ولنقاش ملف تظاهرات الطلاب في كردستان العراق والتي انطلقت منذ أيام والوقوف على أسبابها وتداعياتها ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن الناشط السياسي محمود الكردستاني. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. انطلاقا من التظاهرات التي ما تزال مستمرة في شمال العراق، كيف يمكن تقييم التطورات الأخيرة في السليمانية في ظل تعنت السلطات ورفع المتظاهرين لسقف مطالبهم؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. هو تصحيح لك محمود ياسين كردي مو محمود كردستاني. ثانيا احنا في العراق بشكل عام وفي اقليم كردستان نسمي إقليم الكردستان العراق كما جاء في نص الدستور العراقي الذي صوت له 80% من الشعب العراقي. أما بخصوص ما يحدث في سليمانية، أنا أعتقد ليس في سليمانية وفي أنحاء إقليم كردستان هناك تظاهرات وهناك محاولة للخروج إلى التعبير عن غضبهم الشديد لما يحدث في إقليم كردستان بسبب الفساد وبسبب هدر الأموال للشعب الكردي والشعب العراقي بشكل عام، وسوء إدارة وهنا وعدم وجود خدمات أساسية في المدن والأقضية والنواحي الفقيرة. السلطات في إقليم كردستان يتعامل بشكل قمعي وديكتاتوري مع كل التظاهرات في إقليم كردستان. هناك تحكيم إعلامي كبير جدا كما ذكر في تقاريركم وفي تقارير مركز مترو وكل المنظمات الدولية الذين وثقوا وتم توثيقها بشكل رسمي من قبل هؤلاء المنظمات عن انتهاك لحقوق الإنسان. اليوم خرج أكثر من 200 ألف عسكر ومن قوات البيشمركة ومن الأسايج ومن الشرطة ومن القوات الأمنية بالزي المدني. يعني الآن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني الذي يحكم مدينة سليمانية وحلبجة والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحكم أربيل والدهوك، يعني الآن يعني كل قواتهم عددها يصل اليوم، أنا أتحدث وياكي الآن، عدد القوات تحت إنذار جيم يصل عددهم إلى 100 ألف عناصر من القوات البيشمركة والأسايج والشرطة والمدنيين والأسايج الأمنيين بالزي المدني. كلهم يعني خرجوا إلى مدن، يعني لا يوجد فرصة لأي تظاهرات في إقليم كردستان بهذا الانتشار. في هذا السياق بالحديث عن هذه التطورات الأخيرة أمنيا، إلى أي مدى يساهم القمع أو الحلول الترهيبية للمتظاهرين السلميين في حل هذه الأزمة التي يشهدها شمال العراق والذي هو جزء من العراق الكبير سيد محمود؟ يعني الشعب الكردي والشعب الكردستاني بشكل عام نحن تعرضنا للأنفال ولم نخاف، وتعرضنا للقصف الكيميائي وباقينا، والآن نحن صامدون تجاه عائلتين فاسدين في إقليم كردستان يحكمون بالقبضة الحديدية. أنا أعتقد المظاهرات سيستمر كما حدث في السابق. في أواخر السنة الماضية خرج الشباب في كل مدن حتى في محافظة دهوك طالبوا بحقوقهم الأساسية من الرواتب، من العمل، من فرصة العمل أو من توظيف في وظائف الدولة، وقدموا شهداء يصل إلى 8 شهداء في السنة الماضية. اليوم والأمس حدث تظاهرات في إقليم كردستان. لهذا السبب أنا أعتقد التظاهرات سيستمر، المطالب الشبابية يستمر حتى يعني حكومة إقليم كردستان يستجيب لهذه المطالب. بحد الآن حكومة إقليم كردستان يراوغ ويلوم المشاكل على الطرف الآخر أو على حكومة العراقية أو على الطرف الثالث أو على حتى دول الإقليمية أو أحزاب أو عناصر أو جناح حزبية داخل الاتحاد الوطني، ولكن المظاهرات في إقليم كردستان هي مظاهرات واقعية جاء بسبب التراكمات السياسية وبسبب فساد وبسبب
احتكار السلطة من قبل العائلتين في إقليم كردستان. هذه التظاهرات كانت شهدت تغطية إعلامية واسعة من قبل الإعلاميين العراقيين أو المتواجدين في العراق. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تحدثت عن اختفاء 4 صحفيين لحد الآن. كيف يفسر هذا الانتهاك المرتكب في حق الصحفيين والمتظاهرين على حد سواء؟ سيدتي، أنا أعتقد هناك تحطيم إعلامي من قبل القنوات العراقية، وأني اليوم استغربت، أنتم أعطيتم فرصة ومجال كبير للتظاهرات في إقليم كردستان، وجدا مشكورين لهذه الفرصة. ولكن الباقي القنوات العراقية، أو خلينا نسمي أغلبهم، خصوصا الذين عندهم مركز رئيسي في إقليم كردستان أو مركز رئيسي في أربيل أو مملوكة للقيادات العراقية السنية، هناك تحطيم إعلامي ولا يتحدثون عن هذا الموضوع، بالعكس ينشرون أخبار أكاذيبية، أو ما ينشرون بأن هناك الولائيين يدعمون هؤلاء المتظاهرين، أو قسم منهم ينشرون بأن حكومة إقليم كردستان استجاب لمطالب الطلاب. ولكن في الحقيقة حكومة إقليم كردستان قرر في آخر اجتماعي في مجلس الوزراء، قرر أن يتم تمويل وزارة التعليم العالي بمبلغ معين، ليس صرف مخصصات للطلاب الذي كان مقدارها 100 ألف دينار للطالب الذي يعيش خارج السليمانية وخارج المدن، و50 ألف دينار لكل طالب يعيش في داخل المحافظة. لهذا السبب نحن نقول لكل الشعب العراقي ولكل المكونات العراقية، ما يحدث في إقليم كردستان هناك تحطيم إعلامي وهناك تشويه للصورة، فقط هم ينقلون بعض الأماكن أو بعض الشوارع، لكن هذا لا يبرر استخدام العنف ضد الصحفيين. بالتأكيد، حتى إذا كان هناك استثمار أو هناك ازدهار أو هناك تقدم في كل المجالات، يجب أن يكون هناك فرصة للتعبير عن الرأي، سواء اختلفنا أو اتفقنا وياهم. ولكن في إقليم كردستان التركيز فقط على بعض مشاريع استثمارية، والتركيز على دعم الإعلاميين أو من الصحفيين الموجودين في إقليم كردستان الذين لديهم مصالح مشتركة مع السلطة، ينقلون الصورة الغير حقيقية. ولكن نحن نفس الشيء فيها نواقص، لأننا لا نستطيع أن نتواصل باللغة العربية بطلاقة مع إخواننا وأشقائنا في هذا البلد الذي نعيش فيه مواطنا سويا. الوسط والجنوب والغربية لا يسمحون كلام الشعب الكردي، لأن المشكلة بها اللغة وعدم فهم اللغة. لا لا، أكيد صوت وصل سيد محمود، وهو صوت واحد لكل الشعب العراقي. محمود ياسين الكردي، الناشط السياسي، حدثتنا عبر خدمة سكايب من لندن. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا.